بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، احتفلت المدرسة الأقصفية العربية في إربد بافتتاح معرض الوسائل الخاص بالتعليم الدامجي لذوي الإعاقة البصرية، ويهدف هذا الاحتفال إلى نشر رسالة مفادها أن التعليم هو حق أساسي للكفيف لدمجه في المجتمع المحلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، هالعصا اللي بيرتكز عليها الكفيف أو ذوي الإعاقة البصرية وبيعتبرها العمود الفقري لحياته. من هالمبدأ ومن واجبنا كمجتمع ومدارس بالأخص لتدمج الطالب ذوي الإعاقة البصرية بالمجتمع، احتفلت مدرسة ثانوية الأسقفية العربية بافتتاح معرض الوسائل الخاص بالتعليم الدامج لذوي الإعاقة البصرية وإطلاق النشرة التوعوية بإتيكيت التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، واللي استمر على مدار 3 أيام. هالمعرض كان تحت رعاية وزير الثقافة الأسبق معالي السيدة هيفاء النجار، بحضور مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور تيسير الجراح ومدير مكتب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإقليم الشمال السيد أحمد الخصاونة وعدد من أولياء أمور الطلاب، وأكيد بحضور القسيس سمير سعيد راعي كنيسة الأسقفية والسيدة صباح زريقات مديرة المدرسة. بالبداية السلام الملكي كان حاضر لنبلش فيه فعاليات المبادرات الطلابية والمعرض، وليوجه من بعدها كل من القسيس سعيد والست صباح كلمة شكر يعبروا فيها عن شكرهم وامتنانهم للحضور، ويأكدوا على إنه الشخص ذوي الإعاقة بحقه اللي كفله الدستور الأردني كأبسط حقوقه من التعليم والدمج بالمجتمع المحلي، ولتركز زريقات وتأكد على إنه المدرسة بترتكز على 3 أفكار، وهي التأكيد على إنه جميع الطلاب بتعلموا وخلق ثقافة التعاون بينهم والتأكيد على النتائج. وهالمعرض اللي هو معرض الوسائل بيأكد على هاي الأفكار 3، إضافة لإطلاق كتيبات التوعية والطرق الإرشادية وتعزيز مفهوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بتعليم الطلاب المكفوفين. تعنى بتعليم الطلبة المكفوفين وضعاف البصر منذ أكثر من 22 عام. اليوم إحنا بنحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء اللي دايماً بصادف ب 15 تشرين الأول، وبنحب بهاي المناسبة يكون لنا بصمة خاصة كما في كل عام لنا بصمة خاصة لحتى نعزز حقوقية الطالب الكفيف بالتعليم الدامج الذي كفله الدستور الأردني. اليوم أطلقنا مبادرة فيها 3 كتيبات مع معالي هيفاء نجار وعطوفة مدير تربية قصبة إربد الأولى الدكتور تيسير الجراح. كانت المبادرة الأولى يعني حلو نعرف إنه هاي المبادرات الطلاب هم اشتغلوا عليها بأنفسهم وأطلقوها من خلال استراتيجية التعلم اللي إحنا منطبقها بالمدرسة، التعلم من خلال المشاريع. فكانت المبادرة الأولى بتتحدث عن خطوات الأمان، إتيكيت التعامل مع الكفيف، كيف نحميه من المخاطر في الشارع. فهاي رسالة للمجتمع المحلي لمساعدة الطالب الكفيف أو الشخص الكفيف. المبادرة الثانية كانت هي عبارة كمان دليل إرشادي شامل بالإعاقة البصرية، وما المقصود بالتعليم الدامج، من المستفيد من التعليم الدامج، أهم الأمراض التي تصيب العين كيف نعالجها. فهي نشرة توعوية كمان حتى تساعد العائلات اللي عندهم طلاب ذوي إعاقة بصرية كيف يتعاملوا مع أولادهم. وآخر كتيب كان عبارة عن دليل لأهم الوسائل اللي احنا بنستخدمها بالتدريس للطالب ذوي الإعاقة البصرية وضعيف البصر، واحنا كمان كلنا شرف وفخر انه قدرنا اليوم انه نفتتح المعرض الاول للتعليم الدامج في المدرسة الاسقفية برعاية معالي هيفا نجار والدكتور تيسير مدير قصبة إربد. في المعرض في وسائل مختلفة، بلشنا كيف كانت البدايات قبل 22 عام من المواد البسيطة في البيئة، وتدرجنا لوصلنا للتكنولوجيا وللروبوت، وكيف انه هاي التكنولوجيا طوعناها انها هي تساعد الكفيف لحماية نفسه من اي مخاطر هوائية ممكن إنها تصادمه. فكل الشكر والمحبة لكل ضيوفنا اللي شرفونا اليوم، وشكر خاص لكم نورسات لحضوركم وتغطية هذا البرنامج اللي أنتوا دايما معنا وبتدعمونا. كل الشكر والاحترام، وربنا يبارك عملكم وخدمتكم. فقرات كثيرة قبل ما يتم افتتاح المعرض قدمها طلاب وطالبات المدرسة من دبكة ووصلة غنائية فلكلورية من أغانينا اللي منعتز ومنفتخر فيها،
وبعديها ليشرح طلاب المدرسة من صفوف مختلفة المبادرة اللي أطلقوها، وهي إتيكيت التعامل مع الشخص الكفيف وإطلاق كتيبات كيفية التعامل معهم كمان، وأكيد شرحها قدام معاليها والحضور. لتنطلق جولة معاليها وتفتتح المعرض، وبكل طاولة كانوا الطلاب يشرحوا عن طاولتهم والفكرة اللي بتتبناها. وبهيك المعرض ببلش بالأدوات اللي بيستخدمها الكفيف قبل عملية القراءة ليتعرف على الأشياء والأدوات، وبكل مرحلة بتطور التعليم للكفيف لحتى ما يصير ويكون قادر على استخدام جهاز الكمبيوتر بالطرق الحديثة. بآخر مرحلة بالمعرض، واللي بصراحة ترفع لهم القبعة، تم تصميم روبوتات من نظارات وساعات وحتى جهاز بيطبع منه الكفيف كل إشي بيسمعه بالحصة ليكون قادر على مراجعته مرة ثانية بالبيت. معاليها والحضور كانوا جداً ممتنين من اللي عم بيسمعوا واللي عم بيشوفوا، بتنسيق من الطلاب مع الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، وأشادوا بهذا الإشي وليرجعوا ويأكدوا على إنه سيدنا أبو حسين دايماً بولي اهتماماته بشكل كبير للأشخاص ذوي الإعاقة وحق دمجهم بالتعليم. وبالنهاية تم تقديم لمعاليها هدية بسيطة تراثية، ولمدير تربية إربد درع كنوع من الشكر والامتنان على المتابعة والاهتمام. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.